حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. عمر الحريري. المرح والطيبة والبساطة والعفوية والإتقان والإجادة، كلها صفات ميزت الفنان عمر الحريري، الذي ولد يوم 12 فبراير سنة 1926 في القاهرة في مصر. درس في المعهد العالي للتمثيل العربي، وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947. كانت بدايته الفنية وهو طفل، حيث شارك في فيلم سلامة في خير عام 1937، قدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي، حيث شارك في مسرحية الأفوغاتو مديحة أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950، واشترك أيضاً في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات. ثم عمل بالمسرح القومي وشارك في العديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974، وعمل هناك مدرساً للتمثيل والإخراج، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. وصلت أعمال الحريري في مجال الفن إلى 120 فيلماً و85 مسلسلاً و23 مسرحية، ومن أشهر أفلامه السينمائية فيلم الآنسة حنفي وسيدة القصر والعتبة الخضراء والناصر صلاح الدين، ومن أشهر مسرحياته شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال، ومنور يا باشا. ويعد من أوائل الفنانين الذين عملوا بالمسلسلات التلفزيونية، وقدم أيضا فوازير ألف ليلة وليلة ومسلسل أحلام الفتى الطائر، ليكون آخر أعماله مسلسل شيخ العرب همام الذي جسد فيه دور الصعيدي لأول مرة. اشترك في أكثر من مسلسل ديني ودرامي، وأيضا فوازير رمضان وألف ليلة وليلة مع شيريهان في العام 1985 في قصة عروس البحور، والأمير نور قام بدور شهبندر مدينة جور الشيخ منصور، وفي عام 1986 في قصة الأميرة ورد شان وماندوغ ابن الزبال قام بدوره الأجمل، وهو دور السلطان الصالح كعلان، ولا يزال من أجمل أدواره. كما شارك في مسلسل شيخ العرب همام، وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب، كما تميز في أدواره التاريخية كدوره في مسلسل عمر بن عبد العزيز الأمير المجهول ومسلسل لا إله إلا الله في أكثر من ثلاثة أجزاء من أجزاء المسلسل الخمسة، ومثل في مسلسل البنات وقام بدور الأب أيضا، كما قام بتجسيد دور أحمد في مسلسل أوراق الورد مع الفنانة وردة الجزائرية عام 1979. اشتد المرض على الفنان عمر الحريري في عام 2007، وذهبت ابنته ميريت معه إلى الطبيب ليخبرها بأنه مريض بسرطان العظام، الأمر الذي سعت جاهدة لإخفائه عن أبيها، ورفضت أن يتم علاجه بالطريق الكيماوي أو إخباره بأنه مريض، فانتقل للعيش معه وكان يأخذ مسكنات للمرض، وبقي لا يعلم بمرضه لمدة 4 سنوات إلى أن توفي في مستشفى الجلاء العسكري يوم الأحد 16 أكتوبر عام 2011 الموافق 18 ذو القعدة عام 1432 هجري، عن عمر 85 عاما، وذلك بعد تعرضه لحالة من الأعياء الشديد على خشبة المسرح وهو يقدم عملا مسرحيا للأطفال تحت رعاية وزارة الثقافة، وبذلك يكون حقق حلمه بأن تنتهي حياته وهو على خشبة المسرح. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات واضغط زر الإعجاب واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.